راكب يفتح باب الطائرة في الجو والأسباب صادمة. هو مسؤول هندي يسخر إمكانيات الدولة للبحث عن جواله الغرقان، وعاد العميد عاد الاتحاد بطلا للدوري السعودي والاحتفالات بحجم الحدث. أهلا بكم. حوادث الطائرات دايماً أخبارها وصورها ومقاطعها بتجذب انتباه الناس، وفي حادثة صارت مساء الجمعة في كوريا مقاطعها وأخبارها واصلة كل العالم. اللي شفناها الطائرة كورية جنوبية في رحلة داخلية وهي جالسة بتهبط، قام واحد من الركاب وفتح بابها، فتح الباب وهي لسه في الجو مثل مو شايفين. الطيارة كانت على ارتفاع 700 قدم، يعني تقريبا 210 أمتار أو أكثر شوي، وبعدها عاش الركاب 3 دقائق من الرعب لغاية ما هبطت الطيارة بسلام. أكثر من 200 شخص كانوا على متنها، ولحسن الحظ الإصابات كانت بسيطة، يعني السلطات قالت 12 شخص معظمهم مراهقين وطلاب نقلوا للمستشفى لإصابتهم بمشاكل في التنفس وأوجاع في الأذن وإصابات أخرى، وكلهم غادروا المستشفى بعدين بصحة جيدة. الطلاب كانوا جزء من مجموعة رياضيين في طريقهم لبطولة. السلطات سارعت فورا وقبضت على الشاب اللي فتح الباب، ومثل ما شايفين أمامكم الرجل ما كان في حالة طبيعية، وخلال القبض عليه كان يردد أو يعني بيقول للأطفال إنه أنا آسف، يعني يبدو قصده الطلاب اللي كانوا في الطيارة وانصابوا. وهذا الشيء أكدته السلطات اللي كشفت أنه أول ما قبضت عليه ما كان من الممكن استجوابه لأنه حالته النفسية والعقلية ما كانت تمام، لكن لاحقا قدروا يستجوبوا وطلع عمره 33 سنة، وقال أنه شعر فجأة بالاختناق وأنه يبغى ينزل بسرعة من الطيارة، فقام وفتح الباب، وقال أنه شعر أنه الرحلة طولت جدا وأنه الطيار كان بيسوق ببطء، وقال كمان أنه بيعاني من التوتر ونفسيته تعبانة بسبب طرده من عمله مؤخرا. للعلم بس، الطيارة كانت في رحلة داخلية من جزيرة جيجو في الجنوب لمدينة ديغو، والرحلة كلها هذه على بعضها مدتها ساعة. عموما السلطات مثل ما قلنا ما زالت قابضة عليه وما أفرجت عنه خوفا من هروبه، وبيواجه حاليا عقوبة بالسجن ممكن توصل مدتها ل10 سنوات، والتهمة انتهاك قانون أمن وسلامة الطيران. بعيدا عن الحادثة هذه تحديدا واللي صار فيها، في كمية أسئلة عند الناس يعني وحول العالم ما هي طبيعية على هذا الموضوع. أولها يعني كيف ممكن أصلا باب طيارة ينفتح بهذه السهولة وفي الجو كمان، يعني وهل معجزة أنه ما أحد أصيب بأذى حقيقي أو إصابة خطيرة؟ شركة الطيران اللي الرحلة تابعة لها هي شركة أسيانا، والشركة أعلنت أنه ابتداء من اليوم رح توقف إمكانية حجز مقاعد الطوارئ اللي هي عند المخرج والباب في بعض طائراتها، وما رح يتم حجز هذه المقاعد حتى لو الطيارة مليانة، وهذا إجراء احترازي للسلامة. احنا معانا من القاهرة الكابتن طيار وخبير السلامة الجوية النائب محمود القط. اهلا فيك معانا. طبعا انت دائما تعرف قد ايش انا محبة لعالم الطيران وقد ايش عندي دائما حالة خوف مستمر من هذا النوع من الاخبار، فتخيل لما اعرف انه راكب يقدر يقوم يفتح باب الطيارة. يعني انا اعتقدت انه باب الطيارة يعني صعب ينفتح، شيء ثقيل وكبير يعني.
مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، وفي سلسلة من حالات الرعب اللي عند حضرتك وحالات الاطمئنان اللي بنعملها دايما ان شاء الله. ايوه انت دكتوري النفسي. خليني اطمن حضرتك خليني اطمن حضرتك وكل السادة المشاهدين، اولا الحدث ده حدث عارض، حدث من الصعب ان هو يحصل بكل ظروفه اللي حصلت فيه. اولا خلينا نقول شوية معلومات مهمة. الطائرة من طراز ايرباص 321، وهذا طراز حديث جدا، اي لمس لاي نوع من الابواب في الطائره بيظهر تلقائيا وبسرعه عند الطيار في قمره القياده. أوكي. الطائره ايضا كانت في مرحله الهبوط، كانت لا تتجاوز حوالي 300 متر من 200 متر من على سطح الارض، يعني حوالي 300 قدم. وهنا في هذه المرحله واثناء الهبوط تكون الطائره في سرعه ابطا سرعات ليها وهي في الجو، وده امر مهم ان احنا نتكلم عليه، ان السرعه البطيئه هي اللي ساهمت في فتح الباب بسرعة. أوكي. يعني الراكب لما مجرد ما سد المقبض بتاع الطيار الباب وفتح وزق الباب فتحه، اتفتح معاه بسرعة لأن السرعة هنا كانت بطيئة جدا نظرا لاقتراب الطائرة من الأرض واقترابها من الهبوط. الطيار طبعا تعامل مع الموقف باحترافية شديدة جدا، ان هو استكمل الهبوط لأنه كان قريب من الأرض، الأمر لم يستغرق أكثر من بضع ثواني مش دقائق، وان هو يكون على الأرض. طبعا هنا في حسن حظ مهم جدا ان احنا ننوه ليه، ان هذه المرحلة الركاب جميعا بيكونوا رابطين أحزمة المقاعد وجالسين الجلوس الصحيح في الطيارة ومستعدين للهبوط، وده اللي ساهم مساهمة شديدة جدا إن ما يحصلش عندنا أي أضرار على الطيارة. أيوة. طيب بس عشان أفهم كلامك صح، يعني عشان أفهمه كويس، الآن إذا الطيارة كانت في وضعها الطبيعي اللي هو وضع الطيران في ارتفاعها العادي خلال الرحلة، الباب ما يقدر ينفتح، كان هيكون من الصعوبة الشديدة ان هو يفتحه بالشكل اللي هو عمله بيه. أوكي. كان هيكون بصعوبة شديدة جدا، وكان اكيد ان احد يعني افراد طاقم الضيافة كان هيلحقه قبل ما يفتحه، لسبب مهم ان بمجرد لمسه للمقبض بتاع الباب بتاع الطيارة كان هيظهر بسرعة قدام قائد الطائرة اللي كان هيواجه احد الضيافة ليه بسرعة جدا. طب انا جدا مقلق بالنسبة لي الموضوع انه يكون في راكب حتى لو نحن على مسافة قريبة من الارض عارف يفتح الباب. يعني أنا بصراحة بشوف في الطيارة أنهم بيجوا مجموعة كده وبيضغطوا الباب وبيكون في أحد واقف من برا وكده، يعني هذا كيف كده قام فتح الباب وخلصنا يعني؟ هو الحقيقة أن الباب فعلا باب بيكون تقيل جدا، بيكون صعب جدا فتحه، خصوصا أن حتى في هذه المرحلة مرحلة الهبوط والسرعة بطيئة دفع الباب أمر صعب جدا. وهذا يمكن بيؤكد شكوكي الشخصية في تحليل الموقف أن هذا الراكب عارف كويس الباب بيتفتح إزاي، وعارف قوة الدفع اللي لازم يدفع بيها الباب، وعارف المرحلة اللي يقدر يفتح فيها الباب بقوة وسرعة. فأنا أعتقد أن التحقيقات هتطلع يعني أسرار أكثر في تحقيق لهذه حادثة يعني. طيب هل هي مثلا هذه حادثة يعني نادرة الحدوث ولا لا ما شاء الله في كتير ركاب بيحبوا يعني ينزلوا أبدر من الطيارة من الباقي يعني ما شاء الله عليهم؟ لا لا لا، هي نادرة الحدوث جدا وغير متوقعة وتكاد تكون يمكن الأولى في هذه المرحلة. المتعارف عليه عادة أن الراكب أثناء الطيران في الرحلة ممكن يخبط المقبض بتاع الباب بأي شكل وبيظهر عند قائد الطائرة والضيافة بتتوجه له، لكن في هذه المرحلة من الهبوط لا، هي فعلا غير معتادة وجديدة، وأعتقد أن هي هيكون لها تحليل في نظم السلامة الجوية للتعامل معها فيما بعد يعني. طيب شفنا قبل فترة قريبة اللي هو كسر الشباك، يعني ده كان حادث يختلف شكلا وموضوعا، ده كان راكب ظروفه تختلف عن هذا الراكب اللي عندنا. وخلينا نطمن الناس برضو، شباك الطائرة مش شريحة واحدة، هو بحد أدنى بيكون ثلاث شرائح، يعني هو شريحة خارجية وشريحة وسطى وشريحة داخلية، يعني كسر الشباك من الداخل لا يؤثر على سلامة الطائرة ولا يؤثر على الضغط داخل الكابينة، لكنه طبعا إجراء غير طبيعي ويجب التعامل معه. وقرار الخطوط الآن أنه ما تجلس أي أحد عند خلينا نقول اللي هم الكراسي اللي عند الإكزيتس أو عند مخارج الطوارئ،
يعني إجراء احترازي طبعا الشركة خدته، ولكن أعتقد أن هي هترجع فيه في الفترة القادمة. ممكن يكون لها إجراءات احترازية أخرى، هو نوع من أنواع الاطمئنان للراكب اللي هيقعد على الإكزيت، بعض الإجراءات اللي تخص هذا الراكب، لكن أنه يفقده هذا المقعد لفترة طويلة. إحنا بنتكلم على اقتصاديات الطيران اللي مهم أن هي تشتغل بالطريقة المثلى، ولكنه إجراء احترازي وسوف يتم تعديله لاحقا بعد يعني بعد وضع بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى. يعني الراكب بيتم تلقينه أنه هو هيقعد جنب الإكزيت، وبالمناسبة الراكب اللي بيختار أنه هو يقعد جنب باب المخرج الطوارئ أو الإكزيت بيختار أيضا بعناية أثناء الحجز. يعني هو لازم يكون له مواصفات خاصة، بيتعمله تلقين من الضيافة أن لا قدر الله في حالة الطوارئ بنعمل كذا، يعني الإجراءات 1 2 3. نعم. فهو ليه إجراءات خاصة هذا المقعد بالذات. يعني الله يستر علينا إن شاء الله جميعا، وإن شاء الله دائما نركب الطيارات يعني مع ناس أسوياء نفسيا وعقليا وكل شيء والأمور تكون تمام. نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من القاهرة الكابتن طيار وخبير السلامة الجوية النائب محمود القط، شكرا لك. يوم الجمعة أحيا فنان العرب محمد عبدو حفل غنائي استثنائي ضمن فعاليات مهرجان ليالي البتراء الوردية اللي بيقام في القرية التراثية في مدينة البتراء في الأردن. الحفل أقيم في مكان حقيقة ساحر وفي جو رائع، وغنى أبو نورة أمام الآلاف من الحضور على مدار 2.5 ساعة أجمل أغاني بمشاركة أكثر من 50 موسيقي وقيادة المايسترو هاني فرحات، وكاميرا العربية كانت موجودة هناك. فنان العرب ماذا يقول في هذه الأجواء، وماذا يقول عن هذا الحفل الأول في مدينة البتراء وهنا في المدينة الوردية؟ أتمنى أنها تكون ليلة وردية أيضا، والليلة إحنا في جو جميل جدا وأسبنسير حلو جدا وهو حلو وعليل ومنطقة تأخذ العقل حقيقة حلوة جميلة. أتمنى إن شاء الله كل العرب يجي يشوفوها وتتطور المنطقة فعلا، تتطور إلى مدينة سياحية عالمية يعني إن شاء الله. عيناك غابة نخيل ساعة السحر أو شرفة. مميزات الشعب الأردني الجميل إنه ملتف حول قيادته بوفاء وبإخلاص، هذا شيء عظيم جدا لا يؤاتيه إلا شعب في المملكة العربية السعودية. يا بنت الواحد يقول انه صار بيشوف اخبار عجيبه، يعني ترى ما ببالغ، الخبر الجاي خير دليل. ففي الهند في مسؤول رسمي امر بتصريف خزان مياه عملاق لانه جواله طاح فيه بالضبط زي ما سمعتم، وفي فيديوهات وصور بتوثق. الرجل مفتش أغذية رسمي، والأحد الماضي كان بيتصور سيلفي جنب الخزان وطاح جواله السامسونج اللي سعره يبدو أنه $1200 أو شيء زي كده يعني.
فقام بداية جاب غواصين محليين أمرهم أنهم ينزلوا يفتشوا على التليفون، ولما ما لقيوا جاب مضخات وبدأ يصرف مياه الخزان. جلس التصريف شغال 3 أيام وتم تفريغ أكثر من 2 مليون لتر مياه، كل هذا علشان التليفون حقهم. يعني بس تخيلوا المشهد، يعني المياه اللي تفرغت بتكفي لري 1500 فدان خلال الصيف كاملا ووفق التقديرات. والمنطقة اللي صارت فيها الواقعة بشركم منطقة معرضة لخطر الجفاف، يعني كارثة لكل الأصعدة. يعني طيب اللي شفتوه عاد في المقاطع قاعد تحت الشمسية، هذا هو جالس كده مروق تحت الشمسية بيطمن على سير عمليات البحث عن جواله. مشاهد التصريف هذه انتشرت من هنا، وطبعا الناس جنونها من هنا. فطلع المسؤول الفاضل أولا وصرح لوسائل إعلام محلية أنه هذه مياه غير صالحة للاستعمال ولا حتى في الري، وقال لهم أنه معايا إذن من مسؤول كبير عشان أصرفها. وطلع بعدها في مقطع ثاني بنفسه بالصوت والصورة وبكل ثقة كده، واتهم الإعلام بالمبالغة وقال أنه الأجزاء اللي تم تفريغها يعني جزء الفائض في الخزان وكلها لترات قليلة يعني، وأنه ترى أخذ إذن مسؤول يعمل كده. وحتى المسؤول قال له أنه هذا لا رح يفيد المزارعين يعني كمان، وقال أنه كان حريص على التليفون لأنه عليه بيانات حكومية حساسة، فيعني عشان لا تظلموه. يعني عملية التفريغ وقفت لما وصل مسؤول تاني بعد سلسلة شكاوى من الناس، والمسؤول أبو تليفون هذا طبعا تم إيقافه عن العمل وقالوا وأعلنوا أنه لن يعود لوظيفته. يعني وأبشركم بعد القصة الحزينة هذه كلها والدراما ده كله، التليفون لقيوا بعد كل هذا، يعني أبشركم لقيوا التليفون بس ما بيشتغل لأنه خلاص خربان، فيعني كل الموضوع ما كان له فايدة. وعاد الاتحاد اللي طبعا أنا أشوفه أحسن نادي علشان أنا أشجعه، وحقق لقب دوري روشن للمحترفين بعد فوزه أمس السبت على الفيحاء 3-0 في الجولة قبل الأخيرة من البطولة. بهذا الفوز الاتحاد صار رصيده 69 نقطة من 29 مباراة، وصار مو ممكن لأي نادي يلحق أو يسبقه وضمن كده اللقب. وكده كانت اللحظات الأولى بعد الفوز. ضمن احتفالات النادي باللقب، قناته على يوتيوب طرحت أغنية احتفالية بعنوان هذا العميد. متأكدين وواثقين من نجاحنا، ما هي إلا إن شاء الله فترة محدودة وننهض ونصل للعالمية بإذن الله تعالى. المستقبل بالنسبة لنادي الاتحاد؟ المستقبل إن شاء الله جيد ومزهر بفضل الله تعالى وحوله وقوته. يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى.
هاشتاج المباراة والدوري السعودي ودوري روشن كلها طبعا ترندينج، وعليهم طبعا فيديوهات الاحتفالات مالية المنصات. وللأمانة ما في أحلى من مشاهد احتفالات جماهير الاتحاد بفوز العميد عشان ننهي فيها حلقتنا اليوم. أنا أترككم مع مقتطفات منها، وألف ألف ألف مبروك للاتحاد، وأنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله. لازم زمزم كاين حالي لو حسيت كل